موضوع حديث لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. الحديث ده بيقال برضو إنه بيستخدم علشان يقال إن الحق يتعدد مش واحد، لأن النبي أقر دول وأقر دول، يبقى الاتنين على الحق، يبقى في أكتر من حق. صح، في أكتر من حق والحق واحد. في أكتر من حق والحق واحد. إزاي؟ هو إيه الحق؟ إيه الحق؟ ناخده بعد الفاصل علشان نتوسع فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا قبل الفاصل بنتكلم عن ايه هو الحق، وضربنا مثل احمد سأل عنه بقضية لا تصلين العصر الا في بني قريظة، فاختلفوا فأقرهما النبي صلى الله عليه وسلم. فهل الحق متعدد؟ لا، الحق واحد، اللي هو ايه؟ ان ابذل الوسع بموجب القواعد للوصول إلى الحكم، هو ده الحق. أن أبذل الوسع بموجب القواعد للوصول إلى الحكم، هو ده الحق اللي هو واحد لا يتغير. أنا صليت بعد ما بذلت الوسع وعرفت إن المقصد هو السرعة، وإن هذا من رسول الله هو عبارة عن تعبير بيدفعني دفعا إلى الإسراع حتى أدرك العصر، وهو يعرف مدته ويعرف أن ذلك يكون ممكنا أن أصلي العصر في بني قريظة. والتاني بيقول لا، ده النص هنا معتبر، أنا ما صليش العصر دلوقتي، حتى لو وقفت أصلي مش هدرك الوقت بتاعي اللي هناك، ولذلك يجب أن أترك الصلاة الآن حتى أسرع وأسارع الخطى فأكون في الوقت المناسب في أرض هؤلاء الناس الذين اعتدوا وخانوا وعملوا وفعلوا كذا في الخندق. يبقى الواحد إيه؟ بذل الوسع والجهد بموجب القواعد المرعية للوصول إلى الحكم. طب أنا عملت كده وأنت عملت كده، يبقى دي هو الحق بتاعنا. فأنا توصلت إلى حكم مخالف للحكم اللي أنت توصلت إليه، يبقى القواعد بتمكن من هذا، تمكن الوصول إلى هذا وتمكن الوصول إلى هذا. ده اختلاف في الناتج، مش اختلاف في عملية الاجتهاد. ده عنده اجتهاد وده عنده اجتهاد. فالاجتهاد هو الواحد، الاجتهاد هو الحق الواحد. ليه؟ وانا عملت كده ليه؟ لانني اريد ان اطيع الله ورسوله. طب وانت عملت كده ليه؟ لانك تريد ان تطيع الله ورسوله، وهو ده المقصود. انا هاخد ثواب وانت هتاخد ثواب ايه؟ ده فضل الله يؤتيه من يشاء بقى. بس على فكرة أن الثواب برضو مش عقاب، أنت ثوابين مفيش مانع. وفي حديث القرطبي فإن أخطأ فله أجران وإن أصاب فله عشرة. حلو، أنا أخطأت هاخد أجرين وأنت هتاخد عشرة، بس أنا هاخد برضو أجرين. لماذا؟ لأنني فعلت ما ينبغي أن يكون، اللي هو الاجتهاد، اللي هو بذل الوسع، اللي هو إرادة طاعة الله ورسوله. ومين اللي يجتهد يا مولانا؟ المجتهد. معلش، ما كانوا مجتهدين دول صحابة، عارفين لغة عربية، متربيين في مدرسة سيدنا النبي، وكله تمام. اتفضل.